راح نكون مع آخر الأخبار بتسعين ثانية مع معاذ خلوف. البداية من أخبار كأس العالم للأندية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، حيث انتشت الإدارة الهلالية بخبر جاهزية الإيطالي سيباستيان جوفينكو لمواجهة فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي الثلاثاء القادم. وصل ما يقارب 10,000 من جماهير فلامينغو البرازيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة مع الهلال، مع توقعات بوصول 5,000 مشجع. وفي نفس السياق أجل الفريق البرازيلي تمرينه الأول استعدادا لتلك المباراة. وصلت بعثة ليفربول الإنجليزي للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نصف نهائي مونديال الأندية قبل قليل، وكان سابقا قد أعلن يورغن كلوب عن القائمة النهائية والتي سيغيب عنها كل من الكرواتي ديجان لوفرين والألماني جويل ماتيب إضافة للبرازيلي فابينيو بسبب الإصابات. بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تشهد القضية مساء الاثنين مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل رالي داكار السعودية 2020، والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 من يناير المقبل. وصل ثنائي نادي الأهلي السعودي عمر السومة ومحمد خبراني تمارين الركض حول المضمار ضمن البرنامج التأهيلي المعد لهما من الجهاز الطبي، ومن المتوقع جاهزيتهما للمشاركة في منافسات الجولة القادمة من الدوري. استدعى الاتحاد العراقي الدولي السابق سعد عبد الأمير على خلفية تصريحاته بوجود شبهات حول دفع مبالغ مالية لشراء دعوة تمثيل للمنتخب الأول. قرر الاتحاد العماني لكرة القدم الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق الأول الهولندي أروين كومان بسبب سوء النتائج.